تعامله ولا يكون جهاده وتعامله مثل من يتحمل المصيبة في أول وقوعها. وكل مصيبة والعياذ بالله تقع قوية عظيمة ثم تخف وتبرد قليلا قليلا. كل المصائب قال العلماء إلا المصيبة في الدين، المصيبة في الدين تبدأ قليلا، والفتن التي تظهر من المصائب الدينية والفتن الاجتماعية التي هي منها أشراط الساعة ومنها ما يحصل في المجتمع مما أخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذه المصائب تبدأ صغيرة صغيرة ثم تكبر. فكل مصيبة تقع في الدنيا من غير المصائب الدينية، مصيبة الدين تقع كبيرة شديدة أليمة، ثم في اليوم الثاني تخف أو الثالث أو الرابع، ما يمضي أيام إلا ونسي الأهل والأهل والأولاد، نسوا أباهم أو أخاهم أو أمهم إن كان الموت وقع، أو نسوا ألم المصيبة في اليوم الأول إن كان وقع سرقة أو حريق أو غرق أو أي شيء من هذه المصائب التي تقع في الدنيا، فإن وقعها في أول يوم وفي وقت وقوعها يكون شديد، لكن بعد ذلك تبرد. تجد الإنسان في أول يوم إذا مات من هو عزيز عليه كأم أو أب أو ولد يكون حاله في أعلى درجات الحزن والحزن والألم والشدة، ما يكاد يكلم أحد ولا يلتفت إلى أحد، وقد يضرب نفسه وقد يفعل ما لا ينبغي ويتكلم بما لا يليق، ثم اليوم الثاني أذل والأذل وأذل وأذل، فوق ذلك ليس ميته هذا ولا يذكره إلا بمناسبة ولا يلتفت إليه إلا يعني شيء يربطه به في وقته، وبعد ذلك ما يتذكر شيئا. وهكذا المصائب التي تقع في المال، يخسر الإنسان في أول يوم ثاني يوم ثم يألف الحياة التي يعيشها وينتقل إليها. كل المصائب تهون إلا المصيبة في الدين، المصائب التي تقع على الإنسان كلها تهون بعد أيام بعد مدة، إلا المصيبة في الدين والعياذ بالله. هذه المصيبة في الدين تبدأ قليلا مثل ما أخبر النبي عن الفتن كما جاء في الحديث، وهو يصور لنا هذه الحالة تصويرا دقيقا، إذ يقول تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تعود القلوب والعياذ بالله على قلبين، ذكر منها القلب الذي أشرب الفتنة وأشرب البلاء والشر وصار مهروسا فيه وملتصقا به، فيصير هذا القلب مثل الكوز يعني الكأسة مجخية يعني مقلوبة، حتى يصير القلب مثل الكوز مجخية، ومعنى الكوز يعني الكأسة ومجخية أي مقلوبة، لا يقبل معروفا ولا ينكر منكرا أي لا يثبت فيه حورا، بخلاف القلب المفتوح الذي يكون مثل الكأسة التي هي على وجهها على ظهرها وفمها مفتوح للسماء، فإنها تتقبل.
يوم الدين والباقون والباقون والباقون